اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الإشعارات على تطبيقكم أزار. قم بالضغط على تطبيق أزار، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات. وهنا سوف تجد جميع الإشعارات التي تجدها على تطبيقكم أزار. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.